النهارده قدرنا نثبت للدنيا كلها ان طول ما احنا ايد واحده وكتفنا في كتف بعض مفيش حاجه هتقدر توقفنا. باذن الله هنفضل متجمعين في الخير، لانه الخير في بلدنا كله بركه، كل ما نمشي له خطوه بيكتر ويزيد. ودلوقتي بندعو كبير العيله ورب الاسره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لإلقاء كلمته. تفضلوا استراحة، تفضلوا استراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا يوم جميل النهارده جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. دايما يا رب متجمعين، دايما يا مصر يا اهل مصر دايما متجمعين على الخير. دايما يا اهل مصر متجمعين على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، الحضور الكريم، أبدأ حديثي معكم موجهاً كل معاني التحية والتقدير والإعزاز للشعب المصري العظيم. طبعاً كل التحية والتقدير لشعب مصر العظيم، شعبنا، شعب مصر العظيم. ومهنئاً الأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان الكريم، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويرزقنا في هذه الأيام المباركة الخير والسلام والبركة، وأن تحاط الإنسانية بنفحات من البركة والمحبة والسلام والأمان. أقف اليوم متحدثاً إليكم في لحظة يختلط في نفسي مزيج من الاعتزاز والفخر. أيوة، اعتزاز وفخر. اعتزازي بوجودي وسط أبناء هذا الوطن من كافة فئات الشعب المصري العظيم، والفخر أيضاً بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتمثيل حقيقي. شكراً، شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً. متشكرين، متشكرين. وأنا والله بحبكم جدا، والله بحب مصر جدا، وربنا اللي يعلم. ما هو طب اسمعوا، هو ما حدش بيحب أهله ولا إيه؟ ما هو مصر دي أهل يعني. والله صحيح، والفخر بما نحتفي به اليوم من انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي، والذي لا طالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل والملهم، وخصوصاً في أوقات الأزمات والشدائد. ما نشهده اليوم ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب العظيم، وإظهاراً لقدرته
في تحويل المحن إلى منح. طب وبعدين؟ احنا هنقعد بقى بقول لكم ايه، احنا هنقعد نحب بعض بقى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. واظهارا لقدرته في تحويل المحن الى منح والازمه الى نجاح وانجاز. الحقيقه مشهد انساني رائع، ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. جزيل الشكر، جزيل التقدير لكل من شارك في هذا النجاح من متطوعين ومؤسسات وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. طبعاً التحالف الوطني الحقيقة، التحالف الوطني الحقيقة لا ينكر أبداً دوره، محدش يقدر ينكر أبداً دوره إلا إذا كان يعني في نفسه حاجة مش جيدة، لكن التحالف الوطني دوره عظيم جداً جداً. واللي إحنا النهاردة موجودين هنا واللي بنشوفه ده وعمله على مستوى محافظات مصر بالكامل بيعكس كده. بالأمس القريب ومن هذا المكان أيضاً شهدنا إطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4000 قرية، مستهدفين تحقيق التنمية، تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مصري. أنا قلت الموازنة دي المرة اللي فاتت لكن الأرقام اتغيرت خالص. يعني إحنا لما أطلقنا المشروع دوت من سنتين تقريباً كنا بنتكلم قلنا ممكن تبقى 700-800 مليار أو تزيد. أنا عايز أقول لكم إن المرحلة الأولى وحدها، المرحلة الأولى اللي إحنا شرفنا على الانتهاء منها، تكلفتها وصلت لأكثر من 350 مليار جنيه. أكتر من 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى فقط. يعني أنا زي ما قلت قبل كده لكم إن المرحلة الثانية والثالثة اللي إحنا إن شاء الله مصرين على تنفيذها يمكن تدخل في أرقام أكثر، تصل إلى مجموعهم مع بعض تريليون جنيه. وها نحن اليوم نشهد نجاحاً جديداً كتبته أيادي المصريين المخلصين في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص. فتعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، مستهدفين في ذلك الوصول إلى الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور. شعب مصر العظيم، شعب مصر العظيم منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن. منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن، مستعينا على هذه الأمانة بالله ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين، ومتيقنا بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ساعيا من أجل رفعة ورقي هذا الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة. وعلى قدر الصعوبات والتحديات التي واجهتنا لإعادة مصر لمسارها الصحيح، ما
بقدر ما كان العزم والإصرار على خوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء. سنوات عديدة تمسكنا فيها بوطننا، آمنا به وعملنا من أجله، سعينا فيها للسلام والأمن والاستقرار، وانتهجنا طريق البناء والتنمية، واجهنا فيها من المصاعب الكثير، ولكن في كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسا. شعب مصر الكريم، الأخوة والأخوات، مجددا عهدي معكم وصادقا في وعدي لكم بأن نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء، عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية، داعمين المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، موفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحاتهم، متسلحين في ذلك بالاستعانة بالله والإيمان بقدرة أبنائه في تحقيق أحلام هذا الوطن التي لم تسقط ولن تسقط بالتقادم، بل وتحققت بالعمل والإصرار. ومن هنا أود أن أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري العظيم على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات، لنقف اليوم مطمئنين محتفين بالكثير مما تم تحقيقه وبما سيتم إنجازه، لنثبت للعالم مرات ومرات قدرتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل. مرة تانية بوجه لكم التحية والشكر والتقدير، وكل عام وانتم طيبين، وكل عام وانتم طيبين، وبلدنا بخير وسلام. وانا عايز اقول لكم على حاجة اختم بها كلامي، اسمحوا لي يعني من فضلكم، اسمحوا لي لو سمحتم، عايز اقول لكم ان حاولوا قوي في الشهور اللي فاتت ان هم يخوفونا ويخوفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم، لكن عايز اقول لكم ان النهارده اللي انتوا شفتوه ده هو رد طبيعي، رد طبيعي وقدرة حقيقية لينا كلنا على ان احنا نتحرك للأمام. مفيش مشكلة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بيكم مفيش مشكلة، بيكم بالله سبحانه وتعالى طبعا، وبيكم مفيش مشكلة. اسمحوا لي ان انا في النهاية اوجه لكم جميعا الشكر والتحية والتقدير، واتمنى لكم التوفيق، واسمحوا لي ان احنا نردد معا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.